المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أولغا ساردو في لقاء صحفي حذرت من أن الملايين يواجهون أضراراً جسيمة بسبب الفيضانات في غرب ووسط إفريقيا. في نفس السياق أشارت أولغا ساردو إلى أن الاحتياجات تتزايد لأكثر من 3 ملايين نازح ومضيفيهم لمواجهة الفيضانات المدمرة الأخيرة في نيجيريا وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي والكاميرون. مفوضية اللاجئين تحذر من أن أزمة المناخ الآن تدمر سبل العيش وتعطل الأمن الغذائي وتفاقم النزاعات على الموارد الأساسية. المنظمة الدولية أكدت أن العمليات الإنسانية في غرب ووسط إفريقيا تعاني من نقص التمويل بشكل خطير ومزمن، حيث تم تلقي 43% فقط من الأموال التي تحتاجها المفوضية لتشاد في عام 2022، بينما تم تمويل العمليات في بوركينا فاسو بنسبة 42% فقط، و39% من الأموال المطلوبة في نيجيريا و53% في النيجر.